اهو، وابدا كده من الدقيق على البيض على البقسماط. هعمل شويه كده. اسلم اللي في الفرن بعد اذنك، نزله تحت شويه او وطي عليه اهو. ام احمد صباح الفل. ازيك يا اسماء حبيبتي؟ ازيك يا حبيبتي، عامله ايه؟ اخبارك ايه؟ وحشتيني. الله يخليكي، الله يخليكي، وحشتينا اكتر. بقالك كتير فتحت البزولة ايدك وقلت لازم اصبح عليكي يا اسماء. صباحك زي الفل حبيبتي، صباحك جميل، احلى صباح يا ام احمد والله. صباحك جميل يا حبيبتي. عامله ايه يا حبيبتي؟ الحمد لله. قولي لنا عامله اكل ايه النهارده يا ام احمد؟ عامله مكرونه وكفته يا اسماء. يا سلام على الكفته، عامله كفته ايه؟ قولي لنا. بجيب اللحمه المفرومه، ببشر البصل. ايوه. بعملها كده كباب حله. الف هنا، سلام، حلو الموضوع ده. بتعمليها كباب حله؟ بتعملي الكفته كباب حله؟ حلو قوي. بصل مفروم ببهارات واعملها بالدقيق كده. ايوه. بالحاتي واحطها كده بصاف الحله، وتحت منها كان بطاطس صايه فوق البطاطس. الف هنا. وحطيها بقى على البوتاجاز ووطي عليها. جميله والله، الف هنا حبيبتي، اي حاجه إيه جميله من ايديك والله. بلاش النهارده جمبري بقى، يوم كده يوم كده. ايوه. الف هنا حبيبتي، اي حاجه بتعملوها حلوه. انت من السويس. انت اللي حاجتك الجميله يا اسماء. الله يخليكي، الله يخليكي يا حبيبتي، تسلمي تسلمي يا ام احمد. صباحك جميل، صبحي لنا على كل الناس الجميله اللي عندك يا حبيبتي. ماشي يا حبيبتي، صباحك جميل. شكرا يا حبيبتي. ببدأ بقى ايه احمر كده الكفته عندي اهي، دي كده بالنسبه لي خلاص قوي. ببدا ان انا اطلعها اصفيها كويس قوي من الزيت، وابدا ان انا احطها على مناديل المطبخ اهو. مناديل، اجيب الطبق اللي فيه المناديل وابدا اطلع الكفته كده عليها. نخلص بقى كل الكميه كده اللي عندنا بالشكل ده قبل ما نطلع فاصل. تعالوا اقول لكم تاني عملنا ايه، عملنا الكفته ازاي. محتاجه بس كمان. طيب حطينا بطاطس مفرومه، وحطينا عليهم كمان الفراخ المفرومه، وعملنا حطينا عليهم خضره مفرومه وفلفل اخضر وملح وفلفل وبابريكا وكاري وشويه ثوم وبصل باودر. وبعد كده ابتدينا عجننا كل ده مع بعض مع بضايه، وبعد كده بشكلها راس زي ما انتم شايفين، وبحطها في الدقيق والبيض والبقسماط. تمام اهو كده، ونبدا ان احنا نحمرها وتطلع بالشكل اللي انتم شفتوه ده. مدام فاتن صباح الفل. اهلا، ازاي حضرتك؟ يا ايه الاخبار؟ عاملين ايه؟ تمام، ربنا يخليكي. دايما يا رب حبيبتي. الله يخليكي، الله يخليكي. نظافه واكل ممتاز. تسلمي يا حبيبتي، كل حاجه حلوه ما شاء الله عليكي. تسلامي. ما شاء الله، بتفتحي نفس الواحد. الله يخليكي، ده اهم حاجه. ما هو البرنامج هدفه ان تقوموا تعملوا الاكل. والله ده اهم حاجه، نظافه في منتهى النظافه وشياكه في التحضير. ربنا يبارك لك يا رب، ربنا يبارك لك يا حبيبتي. الله يخليكي. ممكن اسال حضرتك سؤال لو سمحتي؟ اتفضلي. عندي بلح كتير من رمضان ومش عارفه اخزنه ازاي يا فندم، ممكن تقولي لي حضرتك؟ هقول لك. حاضر حاضر حبيبتي. تسلميلي يا مدام. شكرا يا حبيبتي. بصوا، البلح اللي هو بتاع الخشاف ما بيحصلوش اي حاجه خالص لو محفوظ في الثلاجه. انا عن نفسي بيقعد عندي من السنه للسنه، بيحصلوش حاجه خالص. انا بفتحه نصين وبشيل البذر وبشيله في اكياس ثلاجه في الدرج بتاع الثلاجه اللي تحت الفريزر ده، بيقعد معايا من السنه للسنه، ما بيحصلوش اي حاجه خالص خالص تماما. فتقدري حضرتك تعملي كده، افتحيه وتشيلي البذر اللي فيه، وابداي ان انت خزنيه في الدرج اللي تحت الفريزر ده في اكياس ثلاجه عادي خالص، هيقعد من السنه للسنه مش هيحصل له اي حاجه خالص، ما تلاقيش خالص فيه عليه. تعالوا بقى نطلع فاصل. انا في الفاصل هبدا اعمل شويه كفته كده وبنيهم واحمرهم في الزيت.